رفاق رفاق حتى يضل من عندك شوي. في شي بدي اياك تحطي بايدك. أمي أمي إيه تقبرني؟ ما بدك تباركي لها لرفاق؟ إن شاء الله ألف مبروك. تقبرني تقبرني وأخيرا تقبر عيوني. وإنتي على قطاطي. إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك يا رب. أسعد، أنا فكرت كتير منيح باللي قلت لي إياه، قررت أنزل كمرشحة مستقلة، مع أنه أنت بتعرف قدي أنا بحب وبحترم الحزب، بس اللي صار اليوم كتير كبير وبشع بحقي. أنا ما عاد حاسة بالأمان والثقة مع الناس اللي عم يشتغلوا معي، وما بدي زيد مشاكل أكتر من هيك تشوش على الانتخابات اللي جاية. هو مفكر إذا سرق برنامجي رح يقدر يبيض صفحته بين الناس، بس نسي أنه كل نقطة موجودة بهيدا البرنامج هي منه وفيه، ومنه تمثيلية مثل ما هو عم يعمل. دكتورة بيان، الإنجازات اللي قدمتيها باسم الحزب ضمن دورتك الانتخابية كانت مهمة ومشرفة لمسيرة الحزب، وانت خسارة كبيرة لنا كمرشح، بس القرار اللي أخدتيه للأسف قرار صحيح ومناسب بهيك ظروف، وأنا ما بقدر قلك إلا أنا معك بكل شي بتحتاجيه. وهلأ أنا ما رح أخبر حدا بالموضوع حتى انت تعلني القرار رسميا. صح، انا رح اقلن على الموضوع بالوقت المناسب. هلا كمرحله اولى رح شكل فريق جديد، رح تكون فرصه لإلي لحط برنامج انتخاب جديد يخدم كل اللبنانيه، ما يكون محدود بس بمصالح اي حزب. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير دكتور. سعيد انا انه انت مرتاحه بالشغل، واي شيء بدك اياه فيكي تتواصلي معي باي وقت. اهلا وسهلا فيكي. هاي غمار. هاي يارا، صرت اخرت عليك. اهلا وسهلا. ميرسي كثير لانه قبلت تشوفني. ولو هذا شيء بيسعدني كثير، بس كانك متغيره كثير شوي. لا جد متغيره كثير، ولا بقلك كمان. ميرسي. ساره عم تشبهي حدا بعرفه كثير منيح. لا مش هالقد. لا هالقد وزيادة كمان. قلي لي شو بدك مني، ليش طلبتيني؟ صراحة بدي أحكيك عن موضوع مستحية شوي أحكيك عنه، بس جربت أحكي مع بيان، وبتعرف إنه بيان ما بيلا بهالقصص، بيلا بالفقرة والمرضى وهالأخبار. فأنا حابة أفتح لاين خاصة لإلي بالفاشن، وبدي سبورت. اوكي السبورت موجود، بس خلينا ناكل شيء هلا وبعدين منكمل نقاش بهذا الموضوع. اكيد ما في مشكل. جو. نعم يا بيك. منيو بليز. كرامينا. بس عن جد لا بقلك الاسود كثير. ثانك يو.